انا تعرضت لعديدة افكار، لا كوميسارية بغا تقبلني ولا حتى طبيب بغا يقبلني. لكلينيك اللي مشيت لها ما بغاش تقبلني، الكوميسارية اللي دخلت لها خاصة ولاية الامل ديال الدار البيضاء الكبرى بالليل، كلشي كيضحك عليا وكلشي كيقول لي واخيرا ابيضة رجلتي مضروبة. هادشي كله حنت شنو درت؟ درت فيلم ما شفتوش، شفتو شنو بغاو يوريوكم اللي كاين بار انترنيت. حسبي الله ونعم الوكيل.